بون نشكروا جمعيه نسل الخير على هذه المبادره اللي يعني لانا لاول مره تحدث في سطيف فطروا حوالي 1000 واحد وجاو من جميع مناطق سطيف. نتمنى ان شاء الله هذه المبادرات تتكرر وهذه المبادرات تزيد في اللحمه بين المواطنين. وانا شخصيا يعني اليوم كي جيت فطرت معهم تفكرت باللي الجزائر مازالت بخير وسطيف مازالت بخير، ونتمنى ان هذه المبادرات يتكرروا ويتكرروا ان شاء الله.